ملعب ثلاثة العصر مدينة الناصرية يوم 27/11. مواجهات مع أتباع التيار الصدري، متظاهرين تشرين ضد أتباع التيار الصدري. والله ماكو شيء في العباس، ماكو شيء سوى واحد يستخدمه. يمك كنت والله واصل طب. حتى من هاي طبولة. حتى من هاي طبولة. وليد ما يدا واحد. بس على كيفكم، على كيفكم. هاي خلي مشطون الزقي. اوه حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. بداية أي شخص يحب يتصل بينا بالبرنامج يقدر يتصل بينا بأرقام البرنامج اللي راح تظهر أسفل الشاشة، لكن نحب نذكر السادة المشاهدين إنه قناة الرافدين عندها تردد جديد. ترددنا على مدار القمر نايلسات 10727، فنتمنى من السادة المشاهدين يدخلون هاي الإعدادات بأجهزة الاستقبال الخاصة بهم حتى نظل مستمرين وياهم 24/24. أما أرقام البرنامج اللي نتمنى أن تشاركونا من خلالها، عندكم الرقمين اللي ظهرات أسفل الشاشة ذني مخصصات إلى الداخل العراقي، تقدرون تتصلون بنا من داخل العراق عليهم. أيضا عندكم ثلاث أرقام أخرى ذني مخصصات إلى داخل العراق وخارج العراق على حد سواء، تقدرون تتصلون بنا على أي رقم من هذه الأرقام. أما رقم البرنامج اللي خاص ببرنامج الواتساب اللي ظاهر أسفل الشاشة، هذا الرقم فقط مخصص للرسائل. أتمنى أنه تدزلنا رسالة مكتوبة متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. مشاهدينا الكرام، اليوم اللي صار في محافظة ذي قار، يعني نريد نفتهم شغلة واحدة، يطلع لنا واحد من أتباع التيار الصدري يهدد بساحة التحرير أي واحد يحكي على الصدر وجماعة الصدر يضربوه بالليل بقنبلة صوتية. واللي صار بذي قار استشهاد 4 متظاهرين وإصابة عشرات نتيجة دخول أتباع التيار الصدري وأتباع ميليشيا الصدر إلى ساحة التظاهر وساحة حبوبي وحصول مواجهات بين الطرفين. يا ترى ليش؟ شنو السبب؟ وليش يعني بالتحديد بهذا الوقت؟ شنو اللي صار بحيث أنه بهالوقت هذا بالذات أتباع التيار الصدري دخلوا على ساحة الحبوبي وصار اللي صار؟ هذا الفيديو بدي تشوفوه هسه اللي طالع هنا، هاي المواجهات اللي صارت اليوم كنا قبل المتظاهرين والقوات الحكومية، المتظاهرين مكافحة الشغب، المتظاهرين والحشد الشعبي، ميليشيات الحشد الشعبي، اليوم المتظاهرين وأتباع التيار الصدري اللي هم نفسهم القبعات الزرقاء، اللي هم نفسهم اللي سيطروا فترة من الفترات على سوح التظاهر، واللي هم نفسهم يقولون التظاهرات تابعة لنا، واللي هم نفسهم يقولون احنا من الشعب واحنا ندافع عن حقوق الشعب، واكو مندسين هم دي يخربون، مو اتباع التيار الصدري دي يخربون. بس اليوم اثبتوا انه كل هذا الكلام بالزبل،
كل هذا الكلام كذب وأتباع التيار الصدري هم اللي يخربون. فالسؤال اللي ينطرح، شنو اللي خلى ميليشيات الصدر تسوي اللي سوتها اليوم بسوح التظاهر؟ السؤال اللي ينطرح، وين القوات الأمنية؟ وين مكافحة الشغب؟ وين المخابرات؟ وين الحكومة؟ وين مصطفى الكاظمي؟ وين الحشد؟ وين أتباع ذولا كلهم؟ وين قوات حفظ النظام اللي هي القوات الرسمية؟ أمن، جيش، شرطة، قوات تدخل سريع، سوات، الفرقة الذهبية، ذني اللي يقولون احنا قوات حفظ أمن، وينهم؟ ليش ما شفناهم؟ ليش ما تحرك؟ يعني هم الفيديو اللي طلع يقول بثلاثة يعني عصرية، يعني عالم كله ده تباوع. معقولة ما فات الدورية؟ معقولة ماكو شرطي واقف؟ معقولة محافظة ذي قار وإدارة محافظة ذي قار والقوات الأمنية بالمحافظة ما تدري أكو مواجهة؟ زين ما تدري بالمواجهة؟ ما سمعت صوت الطلقات؟ ها كلها ما سمعتها. فالسؤال الثاني، يعني شنو اللي راح يصير بعد هذا؟ احنا بدينا، او العراقيين بدأوا، عفوا، بدأت ثورة تشرين بالعراق بتظاهرات واعتصامات، وراها تطورت وصارت ثورة. بدأت شباب متظاهر لانه يريد مطالب خدمات ورعاية وتوظيف ورواتب وكهرباء ومي ومجاري، هواية امور. طلعوا لنا القوات الأمنية وضربوا قنابل مسيلة للدموع غير مخصصة لتفريق المتظاهرات، هي مخصصة للاستخدامات العسكرية، وانكتلوا وتعوقوا ناس. وشفنا القوات الأمنية ايش سوت، وضربوا أساتذة ومدرسين ومدرسات بالمي الحار، وضربوا مهندسين ومهندسات بالعصي والهراوات، واعتقلوا ناشطين واغتالوا ناشطين. وشفنا عمليات اغتيال وعمليات خطف، سمعنا هواية أمور. شفنا مناوشات بالسنك وبساحة التحرير وبالحبوبي وبكربلة وبديالة وهواية مناطق. بس العراق لوين يردون يودوا؟ يعني صار لهم سنة وأكثر المتظاهرين دا يتظاهرون. من قبل سنة وأكثر العراق ما بي كهرباء، والعراق ما بي مي، وما بي رواتب، وما بي توظيف، وما بي رعاية صحية، وما بي أدوية، وما بي مستشفيات عليها الحظ واحد يروح يقدر يتعالج بيها، وما بي رقابة في كل شيء، لا رقابة بالمواد الغذائية، ولا رقابة بالأدوية والمواد الصحية والمستلزمات المستخدمة بالمستشفيات، لا رقابة على التجارة، لا رقابة على الخدمات الجمركية، لا رقابة على المنافذ الحدودية، لا رقابة على الاستيراد والتصدير، لا رقابة على المنتج المحلي، لا رقابة موجودة على مزارع، على الأنهر، على الثروة السمكية، الثروة الحيوانية، يعني وفاق كل شيء. وإلى يومنا هذا ما شفنا شيء، لكن الأمور ده السوء. قنابل مسيلة للدموع، بنادق صيد، هراوات، مي حار، اعتقالات، خطف، ذبح، قتل، تهديد، اليوم ميليشيا التيار الصدري. هذا الفيديو اللي تشوفوه هذا مو بداية التظاهرات، هذا اليوم. اليوم استشهدوا على ضوء 4 زين. مقتدى الصدر وين؟ مقتدى نايم ما يدري؟ راح يطلع لنا بلقاء على واحدة من القنوات يقول جماعة منفلتة من جماعتنا. أبو عمر من بغداد ويانا، حياك الله. حياك الله أستاذ أفل. هلا بيك أخوي. وحيا الله قناة الرافدين، وحيا الله متابعين ومشاهدين قناة الرافدين. حياك الله أخوي. حياك الله أستاذ أفل. أستاذ أفل، ما يصير بالعراق وإحنا العراقيين يعني
كل اللي عشناه من هاي حكومات المتعاقبة من 2003 ولحد الآن. يعني ما وجدت انه عندنا فد قيادة او رئاسة او فد حكم عراقي من بعد الاحتلال الامريكي للعراقيين. نعم. وجدت الميليشيات اللي هي كانت اللي موجودة قبل الاحتلال خارج خارج بغداد. واللي كانت لاميهم بعض الدول اللي متآمرت علينا على العراق. فهاي الميليشيات والاحزاب الاستاذ دخل العراق احتياجي هذول بالدرجة الأولى هم اللي داخلين. فذول استاذ هذول مجموعة انه مجموعة من لصوص او حرامية او قتلة اللي عرفنا عنهم. فبدوا بينا يعني من الطائفية وبالقتل يعني بهواي امور اللي شفناه من عندهم. فذول بدايتهم هي هذه استاذ أفرق سوهد يعني قتلهم للشعب العراقي وماكو حب له ماكو له فالبناء لهذا الشعب ماكو في حد اي يعني بين رئاسه ذاك الوقت او رئيس وزراء صار حاسب اللي الوقت اللي راح او بين اللي فالصوره جديده ما وجدت هذا الشيء. شاب العراقيين وين دماء الشعب العراقي اللي راح من هم دخوله من 2003 لحد الان ما حد حاسبهم ولا حد ردهم ولا احد يعني جاب بالامور هذه. كل ما انا دخلت شيء اكونات عندهم مطالب وما اعرف شنو طب ممكن استاذ بالدول وبالعالم كله العراقي يعيش كل هالفتره 20 سنه او لا يقولها يعني حد اكثر قتل العراقيين باي صوره كانت بتهجيرهم على الهوية او كل هاي الامور. يعني ما وجدت انه فد وزير او فد مسؤول. هذا المسؤول لو حتى واذا كان يحكي فحكي كله كذب لانه حيث الوزراء من ينصبونه ويخلوا هذا مجرد استاذ شماعة واسم للعراقيين اجمع. ما قدر يسوي شيء ما قدر يقدر يتحرك شبر اذا ما يكون ضمن هذه الاحزاب. فهذول استاذ مجموعه اللي هم اللي تنفسهم اللي قاعدين وعندنا رئيس وزراء كفو للشعب العراقي يقدر ياخذ حقه. يعني المعاونه الاخيره احنا استاذ العفو ولا وطول عليك اللي صارت التظاهر يعني حتى المتظاهرين وصلت 25 الف تقريبا قتل عصابتهم وجرحى وبيهم اعاقه صارت وعندنا شهداء كثير قدمت هذه الدورة. زين في وجود هاي سلطة الأحزاب وزارة الداخلية في وجود الأمن في وجود المخابرات هذول يعني ما معقولة أستاذ يعني يقدرون يحرقون ساكن يحاسبون هذول القتل أمامهم. هم قاعدين يشوفهم أستاذ المخابرات وإلى وزارة الداخلية وكلها امام عينهم استاذ. يعني ما معقول هالجموع الغفير اللي كانت تطلع في بغداد من يشوفون القناص من قاعد يشوفون اهل السجاجين قدامهم ودلاله استاذ على وصلت انه من صبت هاي الامور وثبتت ساعات التظاهر في المحافظه في مكانته. يعني هم لزموا بدايه الابواب في استفتاح تحرير او في استفتاح الحبوبي او في بغداد او كافه المحافظات هم كانوا المسؤولين من قبل وزاره الداخليه. وزاره الداخليه لها فد مكانه في كل العالم لها تقدر تاثر على اي شخص انه ما ممكن انه يتجرا ويدخل على هاي منطقه محرمه. ناس قاعدين بيها سلميين يطبون هم سياراتهم صويتوا يعني خلينا ما نقول فرد سو فردين يضيع بس هذه يعني الاحزاب من جاي تدخل سياراتهم وتقتل المتظاهرين تحكم وتاخذهم وتحرق غيرهم. ما معقوله يعني استاذ يعني رئيس الوزراء وزير الداخليه ما توصل لها الخبر هذا. نعم. هم نفسهم حتى مشاركين ايضا بالقتل الشعب العراقي وما فصل شخص او رئيس وزراء انه قدر يتكلم معي هذا لانه هو اساسا رئيس وزاره الداخليه او المخطط او الاستخبارات كلها استاذ مكونين وقاده من هذه الاحزاب. لا. هاي قاده الاحزاب اللي هي موجوده يعني قاعد تفكر بالشعب. يعني
اي يعني خلي يصير اي مجزره اي قتل او اي شيء كان، يعني وزاره الداخليه او المسؤول اللي بيها ما حاسب هذا الشيء اللي صار ولا يتكلم هاي الامر. كل ما طيب نعم يوجد انه صارت من خلال امن يوم من هالقليل هذا يحاولون يبرون نفسهم، فهذا عيب. شكرا. شكرا شكرا لك ابو عمر، لكن اعذرني اريد اخذ اكبر عدد من الاتصالات. عبد الرحمن من بغداد، حياك الله يا عبد الرحمن. حيا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بخصوص اليوم الحادثه اللي صارت تحت الحبوب محافظه الناصريه، اليوم احد الفاسدين تيار الصدري طلع على قناة دجلة يقول المتظاهرين الصفطه وذولا مو متظاهرين، هم ذولا مندسين، تمام؟ يقول وجودهم كان بساحة الحبوبي هو مشروع يعرقل اصلاح الصدر، ونحن كنا متوقعين حدوث هذا الاشتباك. يعني هم متحضرين انه دي يقتلون الشباب، هذه احد الأدلة ان هم مجرمين، تمام؟ لا استثني احد، ان كانت المرجعية وان كان التيار الصدري. وما انه محمد صالح العراق اللي هو دي يغرب يقول انه عراق المرجعيه وعراق الصدرين، اذا اوكي العراقيين وين صاروا يعني بالعراق؟ نعم وين صاروا العراقيين؟ يعني هل اللي تصير يوميا هذا اكبر دليل للعراقيين كله بالعالم الامم المتحده انه مقتدى ترى انسان قدر وخان، تمام؟ انسان مجرم، انسان يقتل بشعبه، هذا اكبر دليل. والدليل انه هم اليوم رجعوا وصرحوا قبل قليل تقريبا، زين طلع صالح محمد العراقي قال الحمد لله رب العالمين، والان ايها الشجعان استمروا بالتنظيف لارجاع الحياه الطبيعيه وارجاع هيبه الدوله بالتنظيف ساحه الحبوبي. يعني هو طلع وصرح قال انه احنا هو المسؤول اللي على اللي صار، تمام؟ ورجع ثبت انه الناس بكتله المتظاهرين في ساحه الحبوبي هم التيار الصدري. احنا كنا قبل نرجع ونقول يا الشعب شوكتها ونرجع نزلها وراس الشعب، الشعب جبان، الشعب جبان، الشعب جبان، زين. بس هسه نريد نعرف انه نريد موقف المرجعيه وين؟ المرجعيه بالملايين اتباعها، بس نعرف موقف المرجعيه شنو؟ زين وين نروح هسه؟ لا لا عندنا مرجعيه شريفه مثلا، تمام؟ ولا عندنا احد نروح وين راح نروح مثلا؟ انه خلاص هاي كنا نتكتل احنا الشباب طالعين طالب وبطن، زين اما حتى مطالب ما نريد، كل شيء ما نريد، زين بس خلي يكشفون عطله المتظاهرين، حتى قتلت المتظاهرين مال، بس خلي نحس انه عندنا دوله، زين حتى قتل المتظاهرين عمي بعد ما نريد، احنا بكل الساحات، انا ما احكي من كيف، انا من الساحه بدي احكي، هسه كل الساحات حتى قتلت المتظاهرين بس نريد دوله براسها خير، زين زين وين وين عبد الغني الساعد؟ نعم عبد الوهاب وين؟ شنو وجودهم هذول؟ يعني شنو وجود الرتب اللي هنا موجود؟ الرتبه ترى لها احترام ولها شرف، يعني ولها مسؤوليه، المفروض هاي تنزل وتنداس بالفندق. نعم. وحتى لما تشكي يعني مثلا لا عندك دوله براسها خير وشريفه، زين، لا عندك مرجعيه شرفه براسها خير، لا عندك معمم براسها خير وتروح وين تروح؟ وين تحط وجهك يعني؟ زين. ليه؟ لانه الشباب من عوهم من الصلاه. على فكره هاي الصلاه مجرد هي دعايه انتخابيه. زين. دعايه انتخابيه وفقط يعني. مقتدى هيك ما على رب العالمين يصلي ويرجع يقتل بشباب، واكبر شاب بيهم عمره 20 سنه، ليش؟ شنو السبب؟ وين اكو صلاه؟ وين راح تنقبل؟ هاي حتى للنصب ما راح تنقبل يعني. زين اكبر شاب بيهم تقريبا عمره 20 سنه، زين هذول شنو سببهم؟ شنو ذنبهم؟ توفوا وهي شنو ذنبهم؟ كتله. زين شنو الخطا اللي سووه؟ نعم هم بديش قبل اشهر قليله، زين دخلوا ساحه النجف وقتلوا الشباب، مو قتلوا هم مهند القيسي، زين ورجعوا هاي مره ثانيه هم رجعوا وقتلوا هاي الشباب. نعم شكرا شكرا لك اخ عبد الرحمن. شاكر من بغداد، حياك الله يا شاكر. اهلا السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك استاذ ابي اخبارك؟ نحمد الله على كل شيء. تحية لك وتحية ثوار تشرين الأبطال. حياك الله أخوي.
اخي استاذ افل، هاي شغله مقتدى الصدر هاي مو اول مره ترى ولا اخر مره. مقتدى الصدر كل الشعب العراقي، كل الشعب العراقي يعني ما عرف مقتدى الصدر بهاي بقتله للشعب. يعني الشعب العراقي وخاصة أنا أخص بها أهل الجنوب اللي كانوا تابعين وراه، يعني ما يدرون ما يعرفون إنه مقتدى الصدر رجل مجرم. نعم. ما يدرون به رجل كذاب، ما يدرون به رجل موالي لإيران، ما يدرون به رجل منافق، ما يدرون به رجل سفاك للدماء. مو كان هو يزرف بالشعب العراقي بدرين هو وأتباع ذولا المجرمين. مقتدى الصدر مو بعيد عنا استاذ أفل، مو بعيد استاذ أمام، مو بعيد عن مقتدى الصدر. واحنا كلنا نعرف وكلنا كلنا مثقفين وموظفين ونعرف مقتدى الصدر شنو 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 ماضيه. نعرف مقتدى الصدر شنو الماضي مالته. مقتدى الصدر مو اول مره ولا اخر مره، سوى بأهل الصقلاوية وسوى بأهل الجنوب وسوى بأهل الموصل، سوى ذاك اليوم جماعة الفرحاتية هاي ال 12 واحد قتيل من يقولون داعش وداعش، وطلعوا هسه حاليا من كشفوهم طلعوا جماعة مقتدى الصدر جماعة السراية. وهسه أنا من ذاك اليوم من هاليوم هاي صار لسنة سنة وشوية يقتلون بسوار تشرين بالناصرية بالبصرة بالساحل التحرير في بغداد كربلاء النجف السماوة كوت العمارة بابل. هاي مقدمة استاذ أفل. نعم. بس مع الأسف على الشعب العراقي لأنهم جبناء. الشعب العراقي كله جبناء، ما أقول لك بيهم واحد مو جبان. والله 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 وأنا رجل إمام وخطيب جامع، أنا ما أحكي لك عن نفسي عن 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 عن, عن شخصيتي أو غيرها. والله الشعب العراقي كلهم جبناء وما بيهم واحد عنده غيره، ولو عندنا غيره احنا الشعب العراقي مقتدى الصدر نسحنه حاشا السامع استحلت كلاب. شلون الكلب من ينسحل ومن عندما يموت ينسحل يعادب ومكان حاشا السامع خايف وجايف. مقتدى الصدر هالشكل لان هذا مجرم وقذر تربية ايران. هذا المجرم. وانا اشكرك استاذ أفل جزيل الشكر. شكرا لك شاكر. ابو احمد من الرمادي حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخوي العزيز احنا نشكركم على البرنامج. لا شكرا على واجب الحلقه كنتوا يعني شلون نقول عجلتوا على هالحلقه انه بسبب الاحداث اللي صارت اليوم. واجبنا ما تقصرون ان شاء الله. اخوي العزيز موضوع العراق بالاخص. موضوع العراق يعني يوم عن يوم جاي يتعقد، يوم عن يوم جاي يتعكر اوراقه. اول العراق حاليا مفلس. خلينا نبدي لك نقطه نقطه. بلد مفلس يعني بلد الى الحضيض. تمام. نعم. ثانيا موضوع المظاهرات او الصلاه اللي ارادها هذا مقتدى السطل عفوا هو ما انه الا عباره على انتقام او حاله او حركه انتقاميه من شباب الثوره. نعم. هاي واحده. ثانيا هو اعلنها علني قال هذا العراق عراق الصدريين يعني عراق الشيعة، يعني اعلنها اعلان طائفي. اعلان طائفي. هو يشيري هو يريد يسيطر العراق. هو ليش احنا نقول سيطر العراق؟ هو مسيطر اصلا ميليشيات، وهاي اللي طلعت الالاف والناس تباعت بيها مو انه اللي جماعه نقول هم ما عباره عنه ميليشياته والحشد هذول جماعه سرايا السلام وعوائلهم. هم هذول اللي طلعوا اليوم ترى اللي موجودين في ساحه التحرير، بينما انه بساحه الحبوبي هم عباره عن ميليشيات عصابه رادوا يعني عبارة أنه راد يدخلون للساحة بحجة الصلاة، عرفوا نفسهم راح يتعرضون للطرد حتى يحدثون شوشرة، حتى يريدون يعني بأي صورة بأي ثمن يقلبون الأمور إلهم صالحهم. تدري أنت تعرف مقتدى الصدر بالبداية الاحتلال وطائفيتهم
والذبح وبغداد والهوية ومحافظات ديالى وكركوك وغيرها وغيرها. احنا هاي الامور المفروض على الشعب ما تعبر، لكن على قولة اللي قبلي قال شعب جبان، نعم شعب جبان، حيش الناس الطيبة الناس الشجعان اللي صار جوا تراب واللي صار بالسجن واللي صار بالغربة واللي ما يقدر يطلع بسبب الذيول الموجودة من السنة ولا كان الشيعة. احنا حتى عيب نقول هذه الكلمة، شعب بلد انتهى، بلد يراد لنهضة والنهضة من أهله، إذا مقتدى السطل ولا المالكي ولا غيره. يا أخي شو ينتظرون؟ يعني من كل عقلهم ينتظرون انتخابات؟ من كل عقلهم منتظرين خير من هذول الموجودين حاليا؟ ماكو أي فائدة. الأحسن والأفضل أني دا أشوف جاعد أتفائل بخير بأهل الناصرية، جاعد أشوف شيء يعني أول مرة أشوفه، إصرار قوة شجاعة، ناس عندهم مبدأ، وحتى هتافاتهم اليوم سمعتها لا مقتدى ولا هادي تبقى حرة بلادي، يعني هذا دلالة على شنو؟ دلالة أنه شعب حر، شباب منتفض بصورة صحيحة، عرفوا منه اللي إلهم ومنه ضدهم ومنه اللي يفيدهم. يعني ناس مصرين على شيء لازم ينهو وهو مقتدى الصدر، يعني مقتدى حتى عيب أول مقتدى الصدر زين. فاحنا نريد بالمحافظات الباقية الجنوبية بالأخص ولا الغربية غسل من عندها، أنا أقول لك إياها اللي قدام، الغربية غسل من عندها، المحافظات الغربية المسيطر عليها من العصابات، بغداد يعني تعرف أحزاب ومشكلة، يعني زين إذا تطلع مظاهرات. أنا إذا أحكي على المحافظات الجنوبية المناطق الجنوبية المفروض كلها تقوم قوم واحدة، وبالأخص العشائر، العشائر اللي يشوفون ولدكم يقتلون. ليش من يصير أنا ابني ينكتل أشيل السلاح على من العشيرة الثانية وأقوم أضرب ببيته وأدور تارات وأدور بايات وما أدري شنو؟ مو يشوفون عصابات جت تقتل ولدكم، إيش تبغون يعني؟ إلى متى هذل هذا؟ إلى متى؟ إلى وين تصلون بعد؟ وأبشركم رواتب ماكو لكم بعد، فلوس ماكو، بلد أفلس. يعني الشغلة من يعني بلد يعني عيب عاش بيه بعد أصلاً. ماكو حجة بعد السكوت هذا كافي عاد، يعني وصلت حدها. يعني هذا القتل اللي حد الآن ترى بالناصرية، لحد الآن الوضع بالناصرية، خابرت على واحد بالناصرية قال الوضع لحد الآن متوتر. يعني شو تنتظرون؟ يعني إلى ما علّك تكتلون كلكم مقتل الصدر، شنو هو مخوف الدنيا كلها؟ انتم عندكم سلاح وعندكم شباب وعندكم زلم تدافعون وتشتغلون وتعرفون من هو عدوكم من هو صديقكم. نعم والله مع الأسف، مع الأسف على هيك شعب وصل به الحد يندل ويداس على رأسه وما يحكي. ايش تنتظرون من رجل قدر تابع لإيران وذيل؟ لا العفو العفو. شكرا شكرا لك أبو أحمد. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم يتواصل ياكم، بس بفاصل قصير ونرجع لكم، ابقوا يانا. هاي رجالك يا وطن، هاي رجالك يا وطن، هاي
حياكم الله مشاهدينا الكرام. هذا الفيديو اللي شفتوه بعد ما انتهت المواجهات ويا اتباع الميليشيا الصدر وانسحبوا وتقاقروا من ساحه حبوبي من الناصريه وهتافات المتظاهرين بعد ذلك. علي من بغداد ويانا، حياك الله يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك اخي العزيز؟ نحمد الله على كل شيء. نحمد الله راضيك. احنا اليوم نريد نوصل صوت. تفضل اخوي. يعني احنا اليوم شفنا احداث الناصريه. نعم. واليوم ميليشيات مختلى الصدر. نعم. انه كل يوم قتل، كل يوم اغتيال ناشط، كل يوم حرخين. الى متى هاي يعني احنا؟ الى متى نبقى هيك؟ الى متى يعني احنا متظاهرين طلعوا يردون بحقهم؟ طلع انت ليش تكتله يمك؟ هو ليش تكتله؟ يعني احنا ردنا ايش رايدين؟ تعيينات رايدين، مدارس بيها خير رايدين، من تنطر مو مطرت لها خمس دقائق غرقت الشوارع. الى متى احنا يعني متظاهر يطالب بابسط حقوقه؟ يريد شيء نتجناه ماكو. يعني 500 شهيد احنا مطين، 500 شهيد وين ذول حقهم؟ وين يعني؟ كاظمي اجا مؤامرة من الاحزاب الفاسدة، كاظمي يريد يدمر الشعب العراقي، دمر ثورة تشرين الكاظمي. واليوم احنا نشوف قتله راح شهيدين وتسعى إصابة، هاي برقبة من احنا. الى متى يحكمنا قيس؟ الى متى يحكمنا العامري؟ الى متى احنا نضل هيك؟ ليش هيك يعني؟ مدارس لا بيها خير، مستشفيات لا بيها خير، شوارع لا بيها خير. يعني احنا شو وقت يصير براسنا خير؟ شو وقت عوفنا ايران؟ شو وقت يصير يعني براسنا خير؟ ليش هيك احنا؟ الى متى نبقى هيك؟ الى متى؟ نعم. نعم، شكرا لك اخ علي. يعني سمعت الاتصالات وسمعت الناس ايش قالت، هوايه تساؤلات. بس السؤال اللي يعني الاخير اللي انطرح، الى متى احنا نضل هيجي؟ انا اريد اسال سؤال واحد بس، هم ذولا ايش يردون؟ البلد وبوكتون وهبتوه، فلوسه وضيعتوها، خيراته ونطيتوها، نفطه ورهنتوه، البلد كله رهنتوه، اشتردوه بعد. ابو راشد من عمان، حياك الله. تحية لك اخ اسد والمشاهدين المحترمين. طال عمرك بالنسبه انا على ثوره تشرين. نعم. اللي هي طال عمرك بدون قياده، خلال سنه وشهرين طال عمرك بدون تركيز. شوف الثورات اللي حصلت طال عمرك في السودان ومصر كلها فتره معينه. لو ان الحشود اللي هي في مقتدى الصدر اليوم مثل ثوره تشرين اللي نجحت الثوره تشرين، فهذا يجب ان يكون لها قياده منظمه ومركزه. نعم. يجب ان العراقيين يتعاونوا. اللي هو طال عمرك من 2003 الى حد الان شوف القتلى والشهداء كم عددهم طال عمرك، فمشكله يعني. يعطيك الف عافيه ومشكور. حياك الله ابو راشد. ابو علي من واسط، حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجمهور الرافدين. مساء الانوار. هيدا اليوم نقدم التعازي الى اسر شهداء الناصريه. نعم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى يتقبلهم قبول حسن باذن الله تعالى. نعم. لكن يعني اريد هذا اللي يدعي الاصلاح، أدعو إلى إصلاح العراق أو يدعو إلى إصلاح الأمة أو غيرها، يعني إذا قلت أنا أريد أصلي ما أدري صلاة إلا تصير بساحة التحليل وساحات الجهاد، يعني ما عندك بقعة بالأرض خلاص انتهت، يعني ماكو بعد مكان تصلي به. نعم. يعني ما أدري إلى متى هذه العقلية هذه موجودة، هالكذب هذه. أنت ترى من تكذب على جماعتك مو على أحد، ترى العراقي عنده عقل يفتهم. لكن انا اقول يعني اكو واحد يجي يصلي ويجيب معاه مسلحين وعلى اساس يبدا الحمايه،
طبعا قبل شوية اتصلت على اكثر من واحد من الناصرية قالوا ان الشهداء ثلاثة بالاعلام قاعد يطلعون الشهيد واحد. هم الشهداء ثلاثة اللي شيعوهم بشارع بغداد صاروا اربعة ناصري. اربعة الله يرحم الرابع ان شاء الله. نعم. يتقبل قبول حسن ان شاء الله. فالاعلام جاي يطلع بس واحد يقول. اكثر من اذاعة وتلفزيون قالوا بس واحد اليوم. نعم. انت من تجي غير تجي تصلي ولابسين الكفن اللي ان شاء الله تنلف به. زين هل واحد يجي يصلي يجيب معاه سلاح له حمايات؟ زين هذه الجمعه اليوم انا اسال السيد ما يسمى برئيس مجلس الوزراء هل اكو ترخيص لهذا اليوم صلاه الجمعه؟ اكو ترخيص لو ماكو؟ هذا سؤال واحد. السؤال الثاني يعني هذا الاطلاقات الناريه منين اجت؟ يعني اجت من مجهول؟ لو هم من هم الايراك نفسهم الطرف الثالث هم نفسهم جماعه اسرائيل السلام. هل سألت انت مقتدى قلت له يا تعال انت من تطلع مسلحين لو وياك لولا؟ زين يا هل حرق المخيمات؟ هم اقول المقتدى يا هل حرقهم؟ لان طبعا ثوار الناصريه بصراحه وهم اختلفوا مع ثوار بغداد قالوا اذا انتم تشيلون هالاسباب احنا ما نشيل مخيماتنا. فاجى هو ليه صارت بس بالناصريه تقريبا يعني الكبيره صارت بالناصريه؟ السبب انه يريد يزيل الخيم الاعتصام وخيم الشرف من الناصرية لا أكثر ولا أقل. لكن أقول أنا أوجه حقيقة نداء جماعة يعني جماعة سيد مقتدى أقول لهم يعني أنتم هل مقتنعين باللي يقوله سيد مقتدى؟ هل مقتنعين بما يجري الآن؟ مقتنعين بالادعاءات اللي يقريب لحد الآن أنتم مصدقون به؟ ترى هذا رجل يعني يدعي أنه عراقي لا يحب العراق وإنما يجر العراق إلى المهالك. لأن أساسا كل الموجودين الآن الميليشيات الموجودة كلهم أساسا من رحم واحد من رحم جيش المهدي. هم هذول هم اللي استلموا السلاح. هو عبار اليوم هو أقوى رجل ذكاء لو بسياسة. لا يا رجل يعني يسمحوا لي الرجال أطلق ما أطلق عليه اسم رجل لكن هذا الشخص يحسب أنه قوي. لا ترى مقوي بالسلاح أنت وقوي بالتخويف وترى هذه مو رجوله. انتم تنتقدون صدام لانه كان يهدد بالسلاح ويضرب ويسجن ويقتل. ماكو فرق مثل ما قالوا احنا بتدمع عليه وبعلم. هم نفس انتم نفس صدام بالضبط لكن هذاك بنا وانتم هدمتوا. لكن ان شاء الله ترى هذول الاربعه ما راح ياثرون على احد وراح يضحون اربعه وفوقهم اربعه بس اهم شيء يبقى العراق سالم. انا اشكرك استاذ اكرم. شكرا 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 لك ابو علي. أبو علي ذكر نقطة مهمة ويقول أنه مقتدى الصدر قال أنه أنا أريد أصلي. هو الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اللي نزلت عليه الرسالة واللي علم المسلمين يعني قيم الإسلام وعادات الإسلام وأصول يعني الدين الإسلامي ما فرض الصلاة بسيف ولا برمح ولا بدرع ولا بحرب. رب العزة ما جبر أحد على الصلاة. أنا ما مدى أفتهم يعني التستر بهاي القضية هو شيء كبير ما نريد نحكي به. لكن أبو علي ذكر نقطة معينة. ليش الناصرية؟ ليش بالتحديد الناصرية؟ وليش يعني دائما تكون الناصرية لها حصة الأسد من عنف القوات الأمنية ومن عنف الحكومة حصة الأسد بالظلم والجور من هاي الحكومات؟ تخافون منها؟ تخافون منها لتاريخها العريق؟ تخافون من ذي قار ومن أهالي ذي قار؟ أنا أردفته من الشاب اللي طالع ويقول أنا أريد حصتي بهالبلد هذا بيش دا يغلط. المهندس اللي دا يطلع ويقول أنا أريد توظيف بيش دا يغلط. الدكتور والدكتورة اللي تقول أنا أريد طب بخير وأريد أجهزة وأريد أدوية بيش دا يغلط. والأستاذ الجامعي أو أي شخص دا يطلب مطالب مشروع بيش دا يغلط. بيش دا يغلط بحيث انتو ايش دا تجابهو؟ اغلب الشباب اللي دا تشوفوهم هسه بهالفيديو اعمارهم تتراوح اقصى حد 25 سنة بعد ما بدأ حياته.
ما شايف شيء من الدنيا. بس مستقبل هالشباب ذولا اللي طالعين هنا أسود، لأن هو لا وظيفة لا راتب لا ضمان، كل شيء ما محصل. عاش ببلد فتح عينه هو منتهي. عمر الشباب اللي هو المفروض يبدي مرحلة من مراحل تكوين الذات، هو البلد منتهي متدمر. أم أزهار من بغداد حياك الله. أم أزهار. ألو. السلام عليكم. عليكم. بس إذا أمكنت نصيل. عليكم. بس إذا أمكنت نصيل التلفزيون وتسمعيني من التلفزيون من التليفون عفوا. حياك الله أختي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. والله مطب. أم أزهار تسمعيني؟ أي أسمعك أنا صوتك. هاي شوي شكل عندي. عليكم السلام أختي العزيزة. أنت أنا بس أعلق على هذا المجرم مقتل الصدر. مقتل الصدر صلاته ما يتقبلها رب العالمين إلا بالناصرية. يأخذ الجيش راسه ويروح للناصرية. ليش هو اللي يريد يصلي ياخذ ويا جيش ومسلح؟ هم مجرمين هذول. هذا الجيش المهدي اللي سوى من 2003 ليها منو قتل منو نهب منو سلب منو هسه بالسجون. كل هذا مقتدى الصدر هو وجماعته هو قاعد يقتلون ينهبون يسلبون. ويريد يصير رئيس وزراء، يريد يصير ابو العمايم. يعني اهل العمايم هذول هم لهم مصلحه بالسياسه؟ ما كافيهم البوق والقتل والنهب والسلب؟ ما كافي دمروا العراق؟ لكن انا ما اعتب على الشباب العراق. اهل العراقيين ما عندهم التزام قوي. يعدهم التزام قوي والروح المعنويه الصادقه لهذا البلد ما كان يفتتهم لا مقتدى ولا المالكي ولا الديفة هاي اللي تحكمنا ولا أي واحد مسلح من هذولة. اللي قوي يبقى قوي واللي صادق في حبه لبلده يبقى قوي ويبقى صادق لبلده. لكن هنا أنا ماكو تآلف بين العراقيين. العراقيين يتقشمرون بثلث وثلثين خاصة هذول المتظاهرين في بغداد قشمروهم بكل كلمة فرقوهم. المفروض يتكاثفون ويصيرون قوة واحدة حتى يخلصونا من هذا الظلم. لكن مع الأسف الشديد ماكو تكاثف ولا حب لهذا البلد من صدق. راح احنا نكتب على اللي ما عنده غيره ولا شرف على هذا بلده. مع شو يسوي هذول المجرمين؟ اكلوا اكل هذا البلد وجيفتهم وحيثة هذول المعممين. ومقتدى الصدر افندي يريد يصلي بالناصريه. يا بتقبل الله يا مقتدى، تقبل الله واشكرك. شكرا شكرا لك ام ازهار. أتحول إلى رسالة واتساب. السلام عليكم. ما حصل في الناصرية من ميليشيات الصدر هو صب الغضب الإيراني على عن طريق الغول الصدر بسبب عملية اغتيال العالم الإيراني وما حصل وبداية القتل الجماعي للمتظاهرين. وسيقتل كل عراقي حتى لو لم يدخل ضمن التظاهرات، لأن هذا الوحش الهائج تسنده إيران وسيأكل الأخضر واليابس لتبقى العمامة الحاكمة فوق رأسه حتى لا تقع منه. السلام عليكم أستاذ أفل، وياك أبو عادل من الرمادي. نطالب من حضرتكم إيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة. والله أبرياء، فرحوا الأهالي والأطفال بإطلاق سراحهم. سمعنا أخبار يقولون ناقليهم إلى أبو غريب. صدق لو لا، رب اللي فرح طفل بشوفة أبوه لا يقصر وجهه بالجنة. بينت اليوم من الطرف الثالث من يقتل المتظاهرين هو هذا مقتدى الصدر. ونعلت الله على إيران وخميني وكل دم عراقي شريف وبرقبة الصدر. الله يحفظ العراق إن شاء الله من تصرين أم مريم.
عاجل ومهم. السلام عليكم. الآن محافظة الناصرية تتعرض لإبادة جماعية من قبل عصابات مقتدى المجوسية الإجرامية، تقوم بحملة اعتقالات واغتيالات في قضاء الناصرية وقضاء سوق الشيوخ وقضاء الشطرة وبقية المناطق بعد تطبيق حظر التجوال لتسهيل حركة العصابات الإجرامية وترك الجرحى يموتون بعدم إعطاء الدم لهم واعتقال الكثير منهم وسط تكتيم إعلامي رهيب ومخزي. نطالب بحل الأمور ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين، والله ملينا كافي عاد. مشاهدين الكرام، اليوم جريمة من جرائم الميليشيات تحصل في محافظة ذي قار، تحديدا في مدينة الناصرية بساحة حبوبي، ونفس جماعة مقتدى الصدر والتيار واحد من أتباعهم وقف بساحة التحرير ويهدد بالقنابل الصوتية. أنا أريد أنقل سؤال واحد إلى مصطفى الكاظمي اللي يستخدم هذا التهديد واللي يهدد الناس واللي يستخدم السلاح ويقتل أربعة، هذا بنظركم إرهاب لو مو إرهاب؟ وشلون تعرفون الإرهابي؟ أتمنى تجاوبون على هذا السؤال. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم انتهى، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، باكر في أمان الله.